خلينا اكلمك بصراحه شويه. عدد كبير من التعاقدات واسماء كبيره بتتكلم في اسامه ابو علي، بتتكلم في اشرف داري، بتتكلم في عطيه الله، وبتتكلم في رضا سليم، وبتتكلم في اشرف داري، بتتكلم في اسماء كبيره وبتتكلم في مبالغ كبيره جدا. كنت بتحسبوها ماديا ازاي؟ ما انت برضه في النهايه عندك سقف وعندك طلبات كتيره من الجمهور، بعدين الجمهور تجيب له لعيب فيقول لك انا محتاج راس حربه فتجيب وسام، يقول لك طب كمان راس حربه كده عشان الدنيا تحلو، يقول لك محتاج باك ليفت فتجيب له مثلا يعني عطيه الله، يقول لك بس انا محتاج في وسط الملعب فتجيب له عمر الساعي. فجمهور الاهلي دائما وابدا طلباته لا تنتهي، ومعاه حق طبعا. اتكلم في النادي الاهلي، بس انتوا كمان اكيد عندكم سقف، كنتوا بتوزنوها ازاي؟ لو خدت بالك كابتن من شويه انا قلت لحضرتك ان موديل شكل الشغل في شركه الاهلي بيتطور من مجلس اداره لمجلس اداره، او بيعدل من مجلس اداره لمجلس اداره. ان انت النهارده عاوز تفضل توازي الطلبات الماديه الكبيره اللي بتحصل للفريق الاول في كره القدم، فانت ازاي بتقدر تدور على مصادر دخل ومداخيل ماديه تقدر تصرف بيها وتقدر ترضي طموح الجمهور وطموح المدير الفني وطلبات الاداره الفنيه. في الاخر انت بتتحرك في مساحه ماديه معينه، انت بتتعاقد بعمله صعبه، واحنا الموضوع ده كان فيه بعض يعني صعوبات ده طبيعي طبعا. جدا نعم. في الاخر النادي الاهلي جزء من الدوله المصريه، فاهمين انه في صعوبات، احنا عاوزين نزق الدفه دي بشكل او باخر، وفي نفس الوقت من غير ما ناثر على نفسنا باي شكل فنيا. وبالتالي انت دايما حسبتك انت قادر توفر كام وداخل لك ايه. ما ينفعش تفضل في النادي الاهلي تشتغل بالحته، ولا ينفع تشتغل انك عاوز دلوقتي ده زي ما حصل مثلا في بعض اسماء حضرتك قلتها انه كان الطلبات الماديه مغالى فيها. نعم. على فكره كنا نقدر يعني نيجي على نفسنا حته واثنين وثلاثه وهتتعمل، بس هتاثر لك على كام لعيب تاني. نعم. هيبقى شكل مردودها ايه في اوضه اللبس. هيبقى شكل مردودها ايه في الصفقات اللي بعد كده. نعم. لازم الناس تبقى فاهمه انه لما بتشتري لعيب او بتنفذ صفقه بحته ماديه معينه دي بتفضل مأثره عليك، وبتاثر على تعاقداتك اللي جايه كمان بشكل او باخر، لان انت النهارده دفعت 10 قروش في فلان فخلاص بقى السقف انت عليته لل 10 قروش، فالمفروض تبقى مطالب ان انت تعلي اكتر واكتر واكتر في وقت انت عمال تجري عشان تعرف تلحق ان انت توفر الطلبات الماديه لفريق كره القدم يعني. فالموديل زي ما قلت لحضرتك كشركه كوره عمال يعدل نفسه عشان نقدر نكمل الطلبات الماديه. بتجيبوا الموارد منين؟ هل مكافئات الفريق كره القدم؟ هل بيع لاعبين؟ يعني مثلا بيع اليو ديانج، بيع بس كوندوس اتباع هنا، يعني بيع محمد شريف، بيع احمد عبد القادر، بيع حمدي فتحي، المكافئات اللي بتاخدوها من الكاف، بتاخدوها من الاتحاد الدولي، هي دي المصادر الرئيسيه؟ المصادر الرئيسيه لشركه الكوره هي عقود الرعايه. عقود الرعايه؟ اه ده المصدر الرئيسي. في مداخيل لفريق الكوره، جزء منها الان بيروح النادي وجزء منها بيجي لشركه الكوره. نعم. الجزء اللي بيروح النادي، خلي بال حضرتك احنا جينا بعد ابرام عقود الرعايه الحاليه. نعم. بنسبه كبيره منها عملنا. نعم. احنا كملنا احنا بعض عقود رعايه زودنا. نعم. بالظبط. فاللي كان اتمضى وحصل كان دخل النادي، اللي كان لان كان ايامها ما فيش شركه كره بعد استقاله الاستاذ ياسين منصور وقتها. نعم. فكان في وقت كده حصل فيه فجوه يعني حصل فيه بالظبط، كان ما كانش فيه حد، فالنادي تعامل وقتها في عقود الرعايه ومضوا عقود الرعايه، وبالتالي اللي كان دخل وقتها كان دخل لخزنة النادي. لما احنا جينا مع المهندس عدلي ومع خالد عبد القادر كملنا ومضينا بعض عقود جديدة. فمداخلها كلها بقت عندنا. لكن التشالنج الحقيقي او التحدي الحقيقي الفترة اللي جاية ان انت تشتغل بموديل مختلف، مش ان انت بس تفضل تجيب عقود رعاية، لانه في الاخر النادي الاهلي هيعرف يجيب رعاة بحكم اسمه. ايه هو؟ الصغيرين مثلا؟ لا يعني ده جزء. الجزء الثالث ان انت تقدر تشتغل مثلا تشتغل على حتة التكنولوجي، على الفان انجيجمنت ابلكيشنز والحاجات دي. حلو. ان انت تقدر تشغل الاكاديميات بتاعتك، تشغلها بشكل فعال اكتر. ان انت تبيع الاكاديميات بتاعتك بره مصر، ان انت تبيع حقوق رعايتك بره مصر فتدخل لك مداخيل دولاريه ومداخيل اجنبيه. يعني افريقيا هتجيب فلوس مثلا؟ اللي انا قريته ان انتم مثلا بتعملوا اكاديميه في الكاميرون. حقيقي. هل ده صحيح؟ اه ده حقيقي. هل خدتوا خطوات ملموسه ولا كان مجرد حاليا قرار؟ في مرحله الـ يعني الاعداد مع المستثمرين اللي هناك. مستثمرين مصريين ولا مصريين؟ عندهم هناك. الاستثمار في حته الاكاديميات في افريقيا هو مش استثمار مادي يا كابتن، استثمار في لاعبين تقدر تطلع
لاعبين وتقدر تبيعهم وتقدر تسويهم فتعرف توفر بس منهم انت فلوس. هتصرف. ما عشان كده دي فايده المستثمر اللي هناك. انت خلي بالك احنا بقالنا شويه بنشتغل باسم النادي الاهلي كبراند، انا هدخل معاك شراكه باسمي كويس، لكن انا مش هدفع فلوس، لكن انت تستغل اسمي ده كويس قوي، وهنعمل موديل بزنس موديل محترم ان انت تكسب وانا اكسب، لانه اسم النادي الاهلي ما بيتحط في اي مكان بيفرق جدا جدا جدا. طب ليه اخترته الكاميرون؟ لا هو طبيعه الاتفاق كان ان حد مستثمر جه عنده هناك ارض او يعني مكان يصلح لاقامه اكاديميه، وكان حابب فكره المشروع، بيشتغل في الرياضه بقاله شويه، واحنا حاليا في فتره هل المكسب هيعود على الاهلي في اللاعبين فقط مش في الدخل بيبقى المادي؟ الاولويه، بيبقى نعم الاولويه. لا للنادي الاهلي. انا تخيلي لسه الحته الماديه ما طلعناش يعني خلاص اتفاق كامل حتى الان، كويس. لكن انا تخيلي او توقعي انه الحته الماديه من افريقيا مش هتبقى هي الهدف قد ما الهدف ان انت تطلع مواهب، وبدل ما انت بتدفع ارقام كبيره جدا جدا عشان توظفها في فريقك او في قطاع كره القدم، ان انت تعرف تطلع من الاكاديميات دي ناس تخدم عليك. طيب عايز